العرض حاجة بص التصوير المرورية. ما نخدموش في إطار غير قانوني، لكن قبل ما نخمو في النتيجة نخمو في الطريقة. التجارية المدينة الجديدة تم إنشاء ووضع حيز خدمة 12 أمن حضاري داخلي. العمل الذي تتوخاه المديرية العامة للأمن الوطني من مرافقها وعناصرها وإطاراتها هو ضمان المرافقة الأمنية وكذلك الاستراتيجية الأمنية التي ترتكز ارتكازا أكيدا وشديدا على ثلاث أبعاد. البعد الأول يتمثل خصيصا في توعية وتحسيس، يأتي بعد ذلك كذلك ما يسمى بالوقاية، لأن عمل الوقاية كذلك يعتبر عمل هام وهام جدا من خلال ما يتم برمجته من دوريات روتينية، دوريات مراقبة. الجلب الرضعي لا أقول إنه كآخر ملاذ، ولكن في بعض الأحيان يكون كأولها نظرا لطبيعة الجرم المقترف أو طبيعة الاعتداءات المقترفة، لنقف سدا منيعا اتجاهي او في وجهي كل من تخول نفسه له نفسه المساس بالسيروره الحسنه للمجتمع.